منذ السابعة صباحا وهذه السيدة تنتظر مسؤولا عن هذا الشباك لشراء تذكرة السفر. طلب منها ومن كل المسافرين إلى مدينة خريبكا بأن يتوجهوا إلى داخل المحطة حيث ينتشر المضاربون والسماسرة هناك، يمكنهم اختناء تذكرة. إلا أن الثمن كان باهظا. هذه خريبكا ما جيتي لقيتي اش قال لك؟ ما كاينش كيرا، سير للداخل. الداخل ما عرف الدخول لعند مول الكاري يقطعك واش ما بغا. ما لقيناش المركب وين في كاد ركبوا دايما من هنايا كي اطلق اي حاجه، واليوم ما لقينا شيء. كنجي لقيتي قال قطع 13% احتكار احتكار. اش قالوا لكم ملي جيتي لقيتي؟ قال لك سيري للبلجيلالي علاش انا مول في كاد ركب هنايا دائما. قالوا يجي 16% 15%. واليوم بشحال لقيت؟ اليوم قال لي 3000 ريال، ما عنديش الفلوس. سواء في العطل المدرسية أو الأعياد تعيش المحطة الطرقية ولاتزيان على هذا الإيقاع، صخب وفوضى عارمة. والكلمة الأولى للمضاربين وتجار السوق السوداء الذين يحولون المحطات الطرقية إلى سوق تنشط فيه تجارة التذاكر خارج الشبابيك. شبابيك حاليا ما تابعش الاداره ديال المحطه، هي شبابيك اللي هي فوتاتها المصالح ديال المجموعه الحضريه سابقا مباشره للنقاله، وبالتالي في بعض الحالات تيكون واحد الاغلاق ديال الشباك او جوج شباكين. حنا تنطلبوا من المسافرين باش ما يشريوش التذاكر ديالهم داخل المحطه الطرقيه. كنتنقلوا مباشره عند المكان اللي وقعت منه الشكايه، اللي وقعت فيه الشكايه، وكننحروا محضر ديال المخالفة إذا كانت هناك مخالفة، المخالفة ديالها ديال الزيادة في الأسعار أو تقديم واحد ديك التذكرة غير قانونية. هو إذن إيقاع ألفه المواطن كلما حلت مناسبة ما، ودعوة صريحة للجهات المسؤولة للتدخل وتنظيم حركة بيع التذاكر داخل المحطة الطرقية ولاتزيان.